له الرحمة من عند الله ورجع نسوى الجنة. فريق مرتجي يعتبر من أحسن الناس اللي مسكت إدارة النادي. والأيام اللي كان ماسكها كانت أيام كلها خير وكلها عز، وكنا الفرقة كانت زي الفل وهو كان مخلي الناس زي الفل. فالواحد مش عارف يقول إيه ولا إيه، بس اللي أنا يعني أفتكره إنه زمان كان جابوا المشير عامر الله يرحمه ونزله على باب النادي وقال له أنت تمسك في الأهلي، وكان يامها محافظ القاهرة كان هو رئيس النادي. فقال له إزاي؟ قال له كده هي في أوامر إنك أنت تمسك رئاس النادي، وفعلا جه مسك رئاس النادي. فكانت أيامه كلها كانت خير وكلها كانت حب وكلها كانت يعني في منتهى الجمال بالنسبة للنادي. الله يرحمه الفريق المرتجي نفع النادي الأهلي وكافح كتير بسبيل النادي الأهلي، وراجل محترم وراجل منضبط وكان عنده كل حاجة للنادي الأهلي، فالله يرحمه. الله يرحمك فريق مرتجي، كنت راجل محترم راجل عسكري منضبط، خدمت مصر وخدمت النادي الأهلي، ويعني كان بتحل المشاكل الموجودة في نادي الأهلي بسلاسة، وكنت راجل جبت لعيبة للنادي الأهلي كتير، وكنت الله يرحمك وفي ذكراك احنا بندعو لك ان تكون في اعلى الاماكن في الجنه ان شاء الله. فريق مرتجي علامه من علامات مصر، من علامات النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني تشرف بان فريق مرتجي كان رئيسه، ودي شيمه رؤساء مجلس اداره النادي الاهلي العظام وخالق باشا ثروت وعدلي باشا يكن سعد باشا زغلول، الناس الكبار. فريق مرتجي من ضمن الناس الكبار العظام دول. اقول له وحشتنا، كان قعدته دايما معنا هنا الحته دي، وكان من اكثر الناس عمقا في الرؤيه في اي موضوع نتناوله سواء كان كوره او كان مواضيع سياسيه وعسكريه. الله يرحمه ويرحم ايامه، واخد بال حضرتك؟ ويعني فعلا كان هو امين بيه شعير، كان مدير عام النادي، كان حاجه محترمه، كان يمشي كده ليه هيبه، واخد بال حضرتك؟ والنظافه ما ينفعش كرسي يبقى فيه مسمار، ما ينفعش ما اعرفش، كان يعني كل حاجه على الشعرايه. ميري النادي كان زي الفل. جه بقى اللي بعدني ربنا اجرك الله، يعني لولا لحقنا باشمهندس محمود طاهر نظف النادي شويه كان النادي يرسل. اقول له الله يرحمك ويحسن اليك ويحسن لايامك الجميله اللي كلها اخلاص وكلها وفاء لسياده الفريق مرتجي والاحسان هانم مراد مراته، دول يقدموا للنادي الاهلي كل ما يمتلكه من مجهود ومال ووقت وكل حاجه لغايه سياده الفريق، لغايه قبل ما يتوفى باسبوع ولا 10 ايام كان راجل بيقوم بكل التزاماته قبل النادي الاهلي وقبل اعضاء النادي الاهلي. اطلب له الرحمه اهم حاجه، ويعني عشت معاه لغايه اخر ايام قبل وفاته بايام الحقيقه، وكنت بشوفه طبعا وصل لمرحله حاسس ان هو قرب الوفاه، كنا حزنا عليه جدا يعني بكينا عليه في بعض في بعض مننا بكى عليه الحقيقه، لان دي ذكرى لا تنسى في اول مرتاج الحقيقه. وحشتني انه انت كنت ابويا ومراته كانت امي، ولاده متربين كلنا مع بعضينا، اميره وكلهم الحقيقه. ربنا يعني يكرمه ويرحمه رحمته واسعه ويجعله من اهل الجنه، وجزاه الله خير لاعماله في النادي ونشاطه ونزاهته، وكويس انه ابنه خير خلف من خير سلام.